اولا قبل الوجهات بغيت نقدموا التعازي والمواساه للاسر ديال هاد الضحايا ديال هاد الفاجعه اللي اثر انقلاب حافله اللي كانت تتربط ما بين الدار البيضاء ومنطقه ايت عتاب. وكانت هاد الحافله تتقل تقريبا 54 راكب، وللاسف سجلت منهم 20 حاله وفاه لحد الان، اضافه الى 34 حاله ديال الاصابه اللي استقبلها المستشفى الحسن الثاني، منها 26 حاله في حاله خطيره، تمكنا لحد الان من 8 تحويل ديالهم على مستوى المستشفى الجامعي بن رشد بالدار البيضاء. وبطبيعه الحال من اجل التكفل بهذا المرضى هذو فقد تم تجنيد جميع الاطر الصحيه سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص، مشكورين تما بهذه المناسبه، اضافه الى السلطات المحليه والسلطات الامنيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.